لدي هنا سؤال شيخنا سعيد الألماني، يقول في سؤاله: كثير من الأخوات يسألنا عن حكم استعمال مزيل العرق الذي يحتوي على رائحة عطرية، لأن هنا لا يجدنا طريقة أو لا يجدنا إلا هذا النوع، وهم طبعا يخرجون إلى من البيت وقد يحتوي على روائح عطرية، هل يدخل في التحريم الذي يكون تحريم النساء لاستخدام العطر؟ جاء النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نهي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء في التعطر والخروج، يعني المرأة منهية عن التعطر وإبداء الروائح الزكية حتى لا تفتن الناس عند مرورها بالرجال طبعا. أما إذا كانت سوف تضع العطر وتخرج من بيتها إلى مجتمع نسائي لا يشاهدها الرجال فهذا أمره واضح ولا إشكال فيه. المشكلة فيما إذا كانت ستظهر تخرج المرأة إلى مجتمع رجال أو مجتمع يختلط فيه الرجال والنساء، كان تخرج مثلا إلى الأسواق أو إلى المسجد، جاء النهي في هذا لأنه يعني حتى جاء في بعض الألفاظ أنها قد تكون تصل والعياذ بالله إلى حكم الزانية في أنها فتنت النساء وفتنت الرجال في بعطرها. هذا الذي تسأل عن الأخت المزيل العرق إذا كان فيه رائحة نفاثة وجذابة ويمكن أن يكون فيها شيء من هذا فإنه يأخذ حكم العطر المنهي عنه. أما إذا كانت رائحته معتادة ويعني كرائحة الفواكه ونحو ذلك من الأشياء التي يعتاد وجودها وإن كانت رائحة طيبة فهذا محدود الانتشار، أرجو أن بإذن الله لا يكون له، يعني إذا كانت رائحته معتادة كما هو موجود أيضا في بعض المنظفات الآن وبعض الكريمات والملينات للملابس وغيرها، قد تضطر المرأة أحيانا إلى أنها تضع ملين الملابس هذا في عباءتها مثلا وقد يكون له رائحة واردة ونحو شيء من ذلك، ليست نفاثة وليست من العطورات التي يعني قد تغري الناس في وتجذب الناس، فهذا أرجو بإذن الله تعالى ألا تأخذ حكم العطورات المنهي عنها بإذن الله تعالى. نعم بارك الله فيكم.